فاكهة التنين وأغنى فاكهة في العالم وأغلى فاكهة في العالم، فضلت اللي فيها فتحتها وفضلتها عشان عاوزة أعمله وصفة دكتور بطن ما شاء الله. أصحنه في الخلاط وأعمله كريم وأعمله شراب دافئ وشراب ساقع ما شاء الله، وأصحى المغازة إلى ورقة أو الكبد بتاعها أصحنه أيضا ما شاء الله، برمش حاجة ما شاء الله، لأنه كله يعني فوائد ومضاد أكسدة ويمنع تجلط الدم ويمنع تجلط القلب الدم في القلب ما شاء الله، ما شاء الله ما غني بالمغنيسيوم والمنغنيز وكل حاجة ما شاء الله ما شاء الله، جميع العناصر مثل خصوصا الله الله. أغنى فاكهة في العالم وأغلى فاكهة في العالم، اللهم صل على الحبيب، مفيدة جدا جدا، قشرة قبل القلب يعني جوه ما شاء الله، وجميلة من حب من حب القش ما شاء الله، استعمله كل حاجة من البشرة والجسم والشرب وكل حاجة، أعمل منها حاجات ما شاء الله 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 ما شاء الله. شوفوا هذا من منزل عشان ضرب فاكهة التنين ضرب الكروت إن شاء الله، التنين أغلى فاكهة في العالم أو أغنى فاكهة في العالم، فضلت اللي فيها من هذا الجلد بتاعها قطعتها، وهذه نشفها لأن بعد كده هعملها بودرة أطحنها في الخلاط في الكبة بتاعة الخلاط وأعملها إيه نشرب دافئا باردا وسخنا يعني دافي يعني، وهذا دي لأنه غني بجميع العناصر المغنيسيوم والمنغنيز وكل حاجة، الفسفور والبوتاسيوم والحديد ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب، وهو مفيد للضغط والسكر وكل حاجة، لأنه عادل يعني مش عادل أوي يعني مية بسكر عادي بزجله الجلوكوز كده يعني الجلوكوز عادي، اللهم صل على الحبيب بس حلو يعني اللي عاوز ياكله، لكن اما حتى عملت عصير لماما بس ما استفدت هيكل حلو. اتفضل شويه، رحت انا حطهم ايه حطيت عليهم شويه زيت زيتون وشويه ميه عرق سوس، عصير عرق سوس مش ميه عرق سوس، عرق سوس، وسرحنا ما شاء الله خلى الشعر حرير وجميل وما شاء الله، بيمنع تجاعد الشعر وبيمنع تسقط الشعر ما شاء الله، وقلت بقى انا شارني القشر اللي كنت برمي، قلت لا انا هنشفه واعمله فوائد جميله وصفات جميله مع الدكتوره بقى عطيه، اللهم صل وسلم، الدكتوره جايزه عن نفسي وزمان حبيبتي هي اللي علمتني كل حاجه، وقالت لي اوعي ترمي حاجه عشان حرام، وبابا حبيبي فضل الدكتور عبد المجيد السيد احمد العفيف وحده الله الله، هذه فاتت التنين او دراجون فروت، فاتت التنين او دراجون فروت ما شاء الله ما شاء الله، دخلها تحت تكييف أحسن عشان عفر الهواء الجو والحرارة ما شاء الله، المسجد ما شاء الله ما شاء الله غطي عشان تحت المسجد، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب يا سيدي يا رسول المسجد، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب يا رسول الله، وخبر أجوه الفلفل اللي بره عشان نفتح التكييف عشان نقفل هذا الستارة والإزاز، حاضر يا مازن، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، ماما علمت كل حاجة، الدكتورة جاسة عن نفسي وزوجة من حبيبتي، الدكتور عبد المجيد سيد أحمد العطور حاجة علمنا كل شيء، علمنا كل حاجة، اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فاكهة التنين أو دراجون فروت. الله الله، فاكهة التنين وأغنى فاكهة في العالم وأغلى فاكهة في العالم، فضيت اللي فيها فتحتها وفضيت فيها عشان عاوزة أعمله وصفة دكتورة بطة ما شاء الله. أصحنه في الخلاط وأعمله كريم وأعمله شراب بيدك وشراب ساقع ما شاء الله، وأصحى المغازة الورق أو الجلد بتاعها أصحنه أيضا ما شاء الله، برمش حاجة ما شاء الله، لأنه كله يعني فوائد ومضاد أكسدة ويمنع تجلط الدم ويمنع تجلط القلب الدم في القلب ما شاء الله، ما شاء الله غني بالمغنيسيوم والمنغنيزيوم وكل حاجة ما شاء الله ما شاء الله، جميع العناصر المسكرة خصوصا الله الله. أغنى فاكهة في العالم وأغلى فاكهة في العالم الحبوبان الشفتالوش، لأن أنا هسخنه وأعمله كريم، أعمله البشرة للشعر زيت التنين ما شاء الله، منها عصير ما يتاكل في القلب كده بمعلقة أو بشوكة أو بتتاكل أو عصير يعني ما شاء الله، كانت الثلاجة طلعت ما شاء الله، أقطعهم وأنشفهم ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا من اللي بنقشرها مش هنقشرها، هقطعها ونحطها في الفرن إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، فتحة جميلة مفيدة ما شاء الله. أنا عاملها إزاي يا دكتورة بطة؟ هذه ما شاء الله وش جميلة مش بتتكلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله بيضاء سبحان الله نشفة، عشان احنا شايفين ربي ياكلها كده، نعمل فيها عصير واستعملت في الشعر حطيت عليه زيت زيتون وحطيت شوط مية عصوص عشان وحطيته في عصير ما شاء الله جميل سنة ياكل ان شاء الله. نشوف رب الشمس شمس الساعة 5:30 نشوف هذا ما شاء الله نشوف كل البيت ما شاء الله استعمل ما برمش حاجة نشوف على طول طبق نظيف غسلاها وهي مغسولة أصلا. استعملها أصحابي وتنشف بعد كده نشرب دافئا يعني بعد شوية كده كده نشرب على طول. شغل الثلاجة مش يعني الثلاجة معلياها ما شاء الله. طيب مستوي ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زي التوت الأخضر أو رجلة حاجات مش عارف سبحان الله، احنا بقى فلاحين نبقى ما نعرفناش نكرها ولا نشرب، متعودين على الحاجات المسكرة، هي مسكرة حلوة بتتاكل بتنشرب للضغط والسكر تاكل كده ما أصلا، وتنشرب برضه من غير سكر، اللي عنده سكر شرب من غير سكر ما شاء الله. طب ثمر التنين أو فاكهة التنين أو دراجون فروت تنشفها وأسخنه في الكبة، وهو كده هيبقى أصلا دقيق يعني هينشف، وأسخن هذا أيضا أضرب في الكبة وأعينه وأستعملها زي هنعمل جميع العصائر خبيزة كمان خبيزة العروق واللي كان فاضلة خاصية العروق بتاعت الخبيزة مش البذور الورق العروق. يعني احنا في الفلاحين في مصر بنرميها، هنا بقى في السعودية خليتها
انت خبازه يعني حاجه فتحة يعني بحبها قوي. من ساعتها مركونه في الموضوع سبحان الله. سيدي بقى فاكهه قلت استغلها واعملها بدل ما اسيبها في الثلاجه، ما شاء الله تاكل. لو استناها سنه في الثلاجه ولا سنتين في الثلاجه. طب وليه بقى لها كده شهر ولا اقل؟ قلت بقى اطلعها استعملها ونستفاد بيها في الشرب. اكله يعني اصحانها هتبقى حلوه يعني ما شاء الله. اللهم صل وسلم وسلم. شوية شمس بقى يحرروا الشمس من الشفاف من الأجساد. ممكن أحطها جوا تحت عند التكييف خلاص. التكييف هو مش عارفين شوية عشان بس الشمس. ممكن بالليل بقى أدخل عشان الهوا تنشف على طول عشان التكييف. ربنا وهو ربنا سبحان الله. كويس انا بقى مطلعش اصلا من التحقيق بقى. كويس اللي طلعت اصلا انا بقى فاتحة البلكونة عشان الستارة طلعت عشان تجد الشمس عشان اجيب اصلا كيف بدأ اتخلص انا بقى سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم بعزيز فاتحة عالية بالكلس بالمغنيس والمنغنيس جميع عناصر وكذا الجميع الجسم داخليا وخارجيا زي العرقسوس. العرقسوس فاق كل العصائر سبحان الله. هذه العرقسوس سوق الرباني يعني سبحان الله منه فيه مهما الواحد يزويته يبقى طعمه لذيذ لا من غير كربونات ولا اي حاجه ولا هو يعني حط له اعصاب يعني ناقصين صودا قويه هتكون جوه. لا هو بيبرد الجسم وبينظف الجسم المعده والامعاء الغليظه الدقيقه والكلية والرئتين وكل حاجة ويروق البشرة ويروق العينين ويفتح العينين وينظف الأسنان وبيض الأسنان وتقوية اللثة ويمنع نزول الدم ويمنع نزيف الحد ويمنع ويقوي سبحان الله ونشط الدورة الدموية وينشط المخ والمخيخ ما شاء الله ويقوي العضلات. هذا كله في العرقسوس ما شاء الله. وفتح العينين كمان والمناخير والأسنان يعني بيروق يعني مروقنا ومفوقنا ما شاء الله. يعني في مصر يقولوا عرقسوس رمضان بالذات في السحور عشان ما نعطش عشان سبحان الله. كنت بحبه ولا بقبله ما كنتش بحبه ولا بقبله من ريحته سبحان الله. وبابا يقول لي شوف الحمير مش عارفه ايه يعني ما كانش بيشربه. لكن لما جيت السعوديه والدكتور كمان قال لي بتعمل حتى اسوس قلت له بس ما بحبوش ولا بطيق ريحته. شوية شوية بقيت أعمل وأشرب شوية شوية. ربنا علمني وإداني علم من علمه سبحان الله. أعطاني من علمه العليم سبحان الله. اتعلمت العرق السوس ينظف الجسم داخليا وخارجيا وينزل الشعر ويطول الشعر ينزل يعني الشعر الداخلي بيطول الشعر الرأس ما شاء الله وبيبيض الجسم كله ما شاء الله. مطهر مطهر في نفسه مطهر لغيره سبحان الله. عرقس وخلينا هنا في فاكهة التنين جميلة أصلا جميلة. سبحان الله. بس أنا قلت أحب أحطها في الشمس عشان فيها شوية يعني أحطها في الهواء التكييف خلاص إن شاء الله. دورة القمر سبحان الله الشمس الساعة 5:06 ما شاء الله. صباح ونص مساء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. إذا خفت عشان تمشي حالته. من أحسن الهواء فيه. أنا لا أشوف إن شاء الله خفت مشي حالته. حتى لها ريحة جنة كده خفت. نوع فاكهة كنا بناكل كده حلو أوي ريحتها بتطلع بقى الفيحاء. الله اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب يا سيدي ورسول حبة البركة.